جيمينا نيورالجيا او العصب الخامس. الحاله دي عيني بقاله سنه ونص بيلف، مفيش عيني استجابه، خد كل الحاجات بتاعت الادويه بتاعت التهابات الاعصاب. طبعا الدواء بيشتغل كتاثير مسكن يتحسن شويه ونرجع زي ما كنا، ومعويات وبتاع. ولا الحمد لله العيان جاي، يعني كان تعبان جدا جدا، كان حتى في الكشف يعني الموضوع مضايقه ومش قادر يتكلم، وتنميل في العصب الخامس ده عشان نبقى عارفين ليه ثلاث فروع. جزء هنا اوفسالاميك بيغذي الجزء ده، وماكسيلري ومانديبولر. كل الاجزاء دي طبعا كان فيها التهاب وتنميل ولسعه فظيعه، عملنا له الاختبارات جوه، كان الاحساس فيه هايبرسيزيا كهرباء عاليه جدا لما عملنا له الاختبار في الكشف. الحمد لله احنا بدانا معاه الجلسات وعملنا الحقن الايوني على الفروع بتاعه العصب. ما شاء الله عملنا مره، ودي المره الثانيه. وخدت كام جلسه؟ انا خدت كده 4 جلسات، وخدت حقنة في اول يوم بسم الله ما شاء الله. الاول حقنة، اول ما خدت الحقنة في المكان اللي كان بيوجعني اللي هو فوق ده، بعد ما فيش نص ساعة انا تعودت يعتبر 50% من الالام. وفي الجلسة الاولى والتانية والتالتة والرابعة والخامسة لحد النهاردة الحمد لله، طبعا انا شايف كده 80% من الوجع اللي كان موجود في وشي. 80% احنا لسه فاضل لنا حقنا كمان يا جماعه، يعني هو لسه هو هنعمل اهو بتاعت النهارده دي رقم 2 لسه ما عملناهاش. تحسن 80%. تحسن 80%، وطبعا كان في وشي الاول كان في لسعه هنا جامده. الحمد لله الحمد لله ربنا يبارك فيك يا الله دكتوره. الحمد لله يا رب، ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك، ربنا يخليك يا رب، ربنا يشفيك يا رب، ويجعلني سبب يشفيك. امين امين يا رب امين. انا الحاله دي قلت له حالات في العصب الخامس بالذات، صور معانا دكتور احمد معانا برضو، يعني قلنا لا لازم نصور الحاله اللي مش بيجيلنا، يعني العصب الخامس يعني كتير ما بيبقوش عارفين ان هم ليهم علاج طبيعي، ان هم ليهم جلسات ممكن تخففهم، فبيبطلوا يا عيني في البيج سيركل دي دايره مغلقه كده مش عارفين. لولا هو شافني بتكلم عن تقريبا العصب السابع والعصب الخامس في حلقه، فجه يا عيني ولقى العلاج هنا. 80% لسه فاضل له جلستين، لسه فاضل له حقنه، يعني لسه انا تاني حقنه ولسه فاضل له واحده كمان يا جماعه. ما شاء الله وصلنا للنتيجه دي. 80% من الالام من التنميل، وجع العصب الخامس سخيف ومتعب جدا جدا. الجزء ده ما كانش قادر يستحمل حاجه تتحط عليه. اللي هو الاوفسالاميك برانش كان تعبه جدا جدا لما جه. الماكسيلري هنا كان التنميل فظيع، لا كان الوضع كان صعب جدا جدا. الحمد لله ما شاء الله احنا هنوريكم جزء من الجلسه، جلسه كبيره جدا. هو عندنا من بدري ما شاء الله بيدخله في 3 4 ساعات شغل. اجهزه بتزود الدوره الدمويه للعصب. انا دلوقتي بعمل ده جهاز اسمه الحقنه الايونيه، انا حاطه ماده مضاده لالتهاب العصب بتدخل عن طريق الجهاز، خلاص احطها على الفروع بتاعه العصب، هيدخل الدواء عن طريق حاجه اسمها الاستقطاب الايوني للخليه للحقن الايوني. ده جهاز امريكي زي ما احنا شايفين، جلسه طويله جدا، فيها اجهزه بتزود الدوره الدمويه الدقيقه، في اجهزه بتعمل على التئام العصب، في اجهزه بتزود ماده اسمها النيتريك اوكسيد اللي بتزود الدوره الدمويه الدقيقه اللي بتغذي الاعصاب. اجهزه كثيره جدا جدا مع يعني بنستخدمها عشان علاج العصب الخامس. الجلسه كبيره جدا في حدود 3 ساعات تقريبا. وزي ما احنا ما شاء الله شايفين النتيجه عامله ازاي، يعني هو في خلال 6 جلسات هيكون المشكله اللي عذبته سنه ونص انتهت تماما. ربنا يا رب يتم شفاك ويشفى كل المرضى على اطمئنان. ربنا يخليكم انتوا ليا يا رب ويشفيكم يا رب.